الشارع اللبناني يستقبل هذا الرقم غير المسموق اليوم بمزيد من القلق من الأيام والمرحلة المقبلة، لأن الدولار تخطى عتبة 100,000 ليرة. السؤال إلى أين سيصل؟ بالفعل قد يكون لبنان دخل في الارتطام الكبير. دعيني أذكر بأن الدولار الواحد في العام 2019 كان يعادل 1,500 ليرة لبنانية، يعني اليوم 100,000 ليرة لبنانية في العام 2019 كانت بمعدل 66 أو 67 دولارا. اليوم دولار واحد 100,000 ليرة لبنانية، ويعني العدد الأكبر من اللبنانيين لا يتقاضون أجورهم بالدولار الأمريكي بالعملة الصعبة، وهذا يؤذن إلى مرحلة خطرة جدا على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المالي، وعلى الصعيد الاقتصادي. أذكر بأن هذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار ولو كان متوقعا إلا أنه يضع الوضع المالي في لبنان أمام منعطف جديد. الآن 6 أرقام للليرة اللبنانية مقابل الدولار الواحد، وليس من أي أفق لأي حل مالي في لبنان. الكل ينتظر، ويعني لم يتم وضع أي خطة مالية تحظى على الثقة لكي يتم البدء بتطبيقها. بالعكس، كل ما يحصل هو المزيد من الفوضى. سجل قطع للطريق في منطقة مرم خايل الشياح، من غير المعروف إذا ما كان هذا الاحتجاج سيكون موضعيا أو سيطال مناطق أخرى، ولكن لدى معظم اللبنانيين خشية كبيرة كما ذكرت من المرحلة المقبلة، لأن الحلول غير موجودة. ولو كانت هذه الحلول معروفة ويمكن تطبيقها، إلا أن القناعة واسعة لدى اللبنانيين بأن من هم في السلطة الآن لا يريدون تطبيق الحلول، وليس لأنهم غير قادرين على تطبيقها. هل هناك رابط ما بين هذا الأمر والإضراب الذي قرره اتحاد المصارف؟ هناك رابط من وجهة نظر اقتصادية، لأن إقفال المصارف هو يوقف العمل بمنصة صيرفة التي يمكن شراء الدولارات منها على السعر المحدد من قبل مصرفي لبنان. هذا الأمر يتيح أكثر المجال للسوق السوداء ولشراء الدولار من السوق، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الدولار. الارتفاع السابق أيضا الكبير في سعر صرف الدولار وعندما وصل إلى 80,000 ليرة تزامن أيضا مع الإضراب الذي نظمه القطاع المصارف في لبنان. واليوم كان متوقعا أنه مع هذا الإقفال المتجدد للمصارف أن ينعكس على سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع والتحليق مقابل الليرة اللبنانية. لذا كانت هناك دعوات لعدم إقفال المصارف، لأنه يعني هذا الأمر لا يجوز. المصارف مؤتمنة على أموال المودعين، مؤتمنة على هذه الحركة المالية، ولكن المصارف لديها وجهة نظر أخرى بأنها تتعرض للظلم وبأن مصيرها مهدد نتيجة القرارات التي تصدر عن عدد من القضاة في لبنان، يعطون للمودعين حقهم بأن يستوفوا ودائعهم بالعملة الأجنبية الدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، في حين أن المصارف هي تقبض القروض التي لديها بالعملة الوطنية. كل هذا ماذا يعني؟ يعني أن الفوضى مستشرية في لبنان الآن، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار سجل ارتفاع كبير وكبير جدا على أسعار المحروقات. صفيحة البنزين باتت تعادل 1,800,000 ليرة تقريبا، صفيحة الغاز المنزلي تعادل 1,200,000 ليرة تقريبا. الارتفاع كبير جدا، فكيف لمن يحصل على راتب مثلا بحوالي 8 ملايين أو 9 ملايين ليرة بعد كل الزيادات التي فرضتها الموازنة الأخيرة، كيف يمكن له أن يتحمل كل هذا الغلاء وعبء هذه الأوضاع المالية التي تترك انعكاسات خطرة وخطرة جدا على الحياة اليومية وعلى الوضع الاجتماعي للبنانيين؟ كلودي أبي حنا، مراسلة الغد من بيروت، شكرا جزيلا لك.